صنع في الصين. هل يحتمل العالم أن تغيب هذه العبارة إذا اتجه الغرب إلى معاقبتها؟ وهل سيكون هذا ممكناً؟ الصين أكبر مصدر في العالم، اتجهت إلى المرتبة الأولى بثبات من 3% من الناتج الصناعي العالمي في 1990 إلى 25% اليوم. لنوضح الصورة أكثر، 80% من مكيفات الهواء في العالم صينية، 70% من الهواتف المحمولة، 60% من الأحذية، معدات طبية، ملابس وحتى قطع السيارات، باختصار كل شيء تقريبا صيني. هذه أوراق الصين، وعلى رأسها ورقة اليوان تتحكم في سعر صرفه، تخفضه مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته لتدفع إلى استقرار أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية رغم الرسوم الجمركية والتضخم. فرضية فرض أوروبا عقوبات على الصين تضعها في خانة أكبر الخاسرين، وهي الشريك التجاري الأول للصين. تبادل الطرفان العام الماضي 828 مليار دولار، منها 518 مليارا صادرات صينية مقابل 310 مليارات قيمة الواردات الأوروبية، ميزان يرجح للصين هنا، وكذلك مع غريمتها الولايات المتحدة. هل تضحي واشنطن بتبادل تجاري بلغ العام الماضي فقط 756 مليار دولار؟ 576 مليارا منها للصادرات الصينية. وكيف يعوض الغرب الفجوة التي قد تتركها منتجات الصين صاحبة أكبر قطاع تصنيع في العالم؟ 31 تريليون يوان، نتحدث عن 4 تريليونات و600 مليار دولار و775 مليون عامل. ولا ننسى رياضة الصين في شبكات الجيل الخامس 5G والاتصالات عموماً، فضلاً عن قطاع السكك الحديدية. فإذا كان عزل روسيا ومعاقبتها بحكومتها وبنوكها وشركاتها وحجبها عن النظام المالي العالمي آثاره كارثية على العالم، فماذا لو كانت الصين مكانها؟ وماذا لو عوقبتها معاً؟ بالمناسبة، في واشنطن من يضع يده على قلبه خوفاً من هذا السيناريو.